السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامج كيني بوت حمك في بودكاست مانتو حمرتينا وقاح بلا محمد عبدي بلباستي وقاح متكميد أح قرياش سوماليات أيا مانت برنامج كين مرتينا وقاح بلا كسر هذا برنامج كحمك في بودكاست إن أحمد رنتي أد أيان أول وهاي إن شرف أيان إيه تهاي مانتي إنان إيكي بودكاست إنان كسر موضوع وأنا كذا ما هاد علنا وقت جا قالجا وعاد لفت هذا جلسي إن أن مانتي أن هلكن سوفريست. قرنا بلاوذي قريست بوقت محيس سلكوا عيان شيء كوين كات خرتي. أحمد وحان بلاوي إن أن شيء كوين كأن قراء مدة هدا لجوجو كل واحد لبعتن سنة أيام كسو جري إن قريست بوقتا. وحانا بالله بأن يقول دائر إنان قسوينك شيكوينك إنان قرأ بوقتنا وحي سالك كوهايين أن بأي كهدلاين قسوين جعيل أي لمانتود أحيين بوقتي أن قرأي مركا لغا ريبو بوك حدا ميسك إيسارن وأن رو إنان صوبان إغو دوان لكن أح بوك عرورت مركا لغا ريبو إنتك لوحاين شيكوين جعيل من لو ذاكرت شيكدي كوريسي اي اقورتي احمد هو شيكدي او ريسي انا قري وحان او مغعدري او ليرادا نفسي يا نصيب عاشق قصدا شيكداس اي او ريسو بوك اهان ان قري وحين وحونا اها بوك رنتي انتي اخرستي اما نصيبك ويالاتي اساقو اه بوكي كواد هادان او نقضا قصو رنتي اي اد وجعل استين ما دام الصومالي أهان أما بالشدة أنتوا سبضن بأي كبضن تاي نفسي وحمر المغليسا قف نفسي قري قف نفسي لقى قري وقف كعبنايو مركز قصرن تي أد لوجع لده قيانها قيان عملها مركز كذاس نفسي ينسب عاشق قصة دب أحاول عظيم يا مسميت عدالي عليفتي أو عطورتي أحمد كافي إن قصة نفسي ينسب عاشق وحيت شيكو أو ربع أو دعدي أو كل دعدي معاشقين أما لمانيال أن إسنقاني إنك استوى أن سد هذا معاشق أي قصة أي قصة أن إسوى ذكرني لكن خوف كم إذا أن إسنقاني قصة هذا أي إهيد وحين سد ما جعب أخ جرني سو قصة أي كتي مد أما كده هيسي قف جعل أو قفك أو جعل هذي إن نفسي لوغا قلعي إيو قف نفسي قلعي إيو نصيب عاشق داد كان نفسي إسك قلعي قفان أهن أو وحي نصيب كو هلاي مركة تسألانا دان أن كوسي إفتيميو قصيدة وحي كترجميسي ويل إيو قبر أيا وحي أحايان داد أصحابه أو صاحبه أو والالنمو إيو كدهيسي لكن أد إسكو جعلاي والالتينمو دودة إيو أهيد مد إركاس جرت. قبدي ويل كأيسي دا ولالتين ما دا أي إسكو جعلاين وحريرك ولالتين ما أقول لحي شيك وداقو أهاين أي جعل أقاد. لكن جعلك قلبي أي قشتي ويكون لي رمويسي إني ويل كي. وشيكت. أي جعلك وشيكت. أي هذا نيهو. كرو ولا بصر. يعني ولالتين ما دا يعني. عن جعل وبدل. ويكون لي رمويسي. أسيقن وفهم واي. أسيقن وفهم واي طبعا. marka gabad da gabar ay ashaab ahaayeen oo saaxiib ahaayeen ay wiilkan marka amaantiisa iyo wanaagiisa marba ay ugu sheekeynis tirin wiilkan waan jeclaa laakiin jacaylkiisa uma sheegan karo marka meesha gabadha saaxiibta ay talooyin wanaagsan ay wiilkan kale ay ku heli lahayd ay seen lahayd ay iyada damacda in ay wiilka jacayl u barnigato gabadha saaxiibadeeda sheekada u sheegato marka halkaas ayuu nafsiga ka iimaana oo gabadhan ayaa waxay nafsiga galay gabadha saaxiibteed ee aamintay ayaa nafsiga galeysa in nasiib aashaqna waxa wiilkaas nasiib u yeelan doono gabadhan xariirka jacayl ee dhaxmareen way kala hari doonaan oo qof saddexaad aan meesha ku jirin ayaa nasiib u yeelanayso marka qasada sidaas ay ku timid aan ugu magac daray nafsi iyo nasiib aasha mana la wadaagi kartaa sheekooyinka jacayl aqortay magacyo dooda sheekooyinkii aan qoray magacyo ahaan aad u badan yihiin qaarkood waxaan
كقري وبسيدة الصومالية دا أورنتي ما دام أنا صحفي أو وبس أرما سياسة دا يبلشده أنت بوحكة قرو وبسيدة دا يعني كسو بندق جرسة تحنا إن لغة أخرستو وحنا كسو بندق اللب وبسيد أو من اللي هي جري بلشوين وطبعا هذا إنه هو ده كجرا منه كبحي ما حسوسته إيه وبسيد اللي يراه جوبلادا.com وعن ويب ماستر كيسها إن مدقق فوقنا ويبسيت كاس أجا عند كسو هاي إن كسو بندق جري إن لكن أنت بدن بوقع أهان أيان وصو ساري جري وبوقت أيان أنت بدن عن قدها بعي شيء كويك إن مركز لقى صوتك مركز إن أنا بوقع أهان وصو ساري ويبسيت كاس عن كقري إن مقعية أهان نفسي هي نصيب عاشق وحاي راعي شيء كل يراهدو ميان غور مدنين وحان قرى الشيكة كالو ليرادة قف ميا قراب نمدا إن وحان قرى الشيكة ليرادة دمع الدون إيه درح مجعيل إن قور كا مرة بيقيان كاقراتسو دمع الدون إيه درح مجعيل إن إلنتي لما نها إيه دي ديالها إن نصيبك إيه نلاش قربها إيه شيكوين كالو إنت أسكبضن شين كوين كاملها وسيدة عشان تعرف سو بدك جرتي واح في العلين مثل فيدباك مكي مادن يعني شين كوين كمت كأتكو جهل عندك كا يا مثل فيدباك عاس مجرين عندك واسك قرص مجرين أو اكتر مجرين وكلي بوقتو مركي وبسيدة عن كورا يعني وبسيدة وحلي نقيب كومنت أو عندك كومنتار إيه كبح هنا يان إنك استوعب درت عندك بضي وبسيدة إيسن آخر سنين أو هدا الدنيا دي ديجيتال مقطع عندك واحد لجستان أم واحد داودان لك وقت يعني كهلا ووقت إن طبعا سنة دوت كهر وايل مركب وبسيدة آت كأي سومار ده إني وربحنا ده اللجوس وجود بيه أي حوض الصوغلين أيام كسو بنيجي جري إن طبعا عندك آت أي وجهل جرين ودريم كرتا عندك إن شيء كوين كجعل كأمل لما أنا قصاب صندت كأد أي وحيسيان يعني. مركا جواب علم في عنوان كلا كل مجري أنت شيء كوين كآخر ستي أما بوقها نها وآخرستان أما وبسيدة لها كلا صعدا شيء كوين كأقرتي بدن أنت بدن مت مجرى كأد وكيش أن هذه أن هذه عن مركي أقرت كل شيء كوين أد بدن أقرتي وجعلها مت كسو جيد تمجرتا أو سي هذه النفسين هذه كساميس إن قصوين كلمان تدور ترى سيدا ما قاعدي أن كوشة قاية كجران كرتا إني دمان تود أهين شيء كوين إن قصوين أد ونحسن كتر جماعة ما قاعهان لكن أنا كشيء كذا أد كيسو جيدتي أما قصة ذي إن أد يتعبتي وأنجع ليستو والله ببوك إن بوك على كواد عن قري إلي هذا نفسي نصيب عاشق إيو بوق عن قري مركي عن قربها إمت جرى عن نور ويمركا إما هذا أو اللي يراده نصيبك إنه لش قربها مرك معك دورت أي إن قرتي شيء كوين جعله كليه أنا كم دورا إن عن شيء كوين جعل كليه عن قرأ لكن هبجي أما درينك إيه أي إيوه جامي صوته إن بو قريستا كسوكو وحان كميد اها قريال ورقيس لا يرادو آياه نولوشا و أرماها قويسكا نبادا يجعيلكا كهدلو و بربوركي دولد دي كدب لأس آسي إن دادكونا انت بادن ويقاين دادكا صوماليا جوغي غار أهان مغالا دا مقدشو ورقيس كاس أدعي و تحنا جرين مركو حو اها ورقيس أرماها بلشدا آت او قحض مركو ورقيس كاس أيان كسو حانا قادي قرياشيس أيان كميد نقضي marka taas ayaa ii dhaweeyse marka inaan arimaha bulshada gaar ahaan arimaha jacaylka inaan wax ka qoro oo aad aan u jeclaa arimaha bulshada buugta qortay lamaanto inta ya Soomaali joogtay ma qortay mise qurbaha waxa jira buugta qortay labada dhinacba inta badan buugta Soomaali intaan joogaan qoray laakiin markaan qurbihi aan imid waxaan qoray 2017kii wuxuuna ka hadlaa إن حالة دبتها إيه قربها كجرت إن نلاش قربها ولن إني تنول نصيب كل سنة مركن نصيب كي نلاش قربها بوجا سايان قري وحقي وحقة بوكر اللي يرادو دائما إن أو أصلا أنا وحد لايو قصة جعل واي لكن هب لقنك
أنا وهلا يوم يعني هؤلاء كصوماليين إني يهين دائما إنهم وحلي هلكرين إني يهين صفت قربها مركات جوكتوا دريميسا ضم مركز صوماليات كارنت أي برشد أي وجيران أما قويس أما هيرك أي وجيران مركب بوجاس أيان أصنع قرولي رادا دائما بوكلو هدا أن لوان رب إنا صوبن ليه بوك عرودا يسدحه إنت قربها جو سدح لس بوك أيان مركب بوجاس ولا مصابين ما يبوجاس ولا مصابين وابوك إن عروت أنا وطلع لي أو برشدة أفك الصومالية على في بيتي كعاون هاي. الصومالية قرب جوكتا إيو كو دلك جوكا كو يبا وحاقسكا وكوفي عن سلا ذاي كافيو إن الصومالية قود أحان وحاقسكا داد جعل منه مارك اللوفيري داديو خلي عالمك الدوينة دادكا وحبي أخريان لكن أنا كصومالي وين ويرته إن أنا وح آخرين لكن هدي أنا إسبر بردك سمي يوم عدام أنا صومالي نسوي جوجي إيه أنا كسو شقي ورجيس لي هذا آيه نلاشة إن بوجاك أنا قصو قري دتك صومالي جوا آيه آت وجعل وح آخرين تمرك الله بربر إذا دتك قربها جو إن قربها دتك جو مرك عدا هذا إن بوجان آيه قري بل بوجان هلا آخريو أما بوجاك تا دتك إنترستكو معه marka laba arin baa way dhici karta in dadka waqti u heenin oo fursad ay wax ku akhriyaan baa ay ku yartahay ama inaysan faham guud ka haysanin ahmiyada ama muhiimada ay leedahay in wax la akhriyo su'aal nooc ah arabna ku diyo ah madam Soomaalida wax akhriska in jaleen isku dayday qaab digital ah inuu sameeyo qaab dhageysi ah mise daawasho madam dadka inta badan ay jecel yihiin hada in wax dhageystaan mise ay wax daawadaan إن وصح وهاي هرت الدنيا دو ما أنت دتكي ودنيا دو والله هرم مري وح كستر إجت على أي نقدين وإن وعشرة وما متخان عن دتك وسهل هاي إني وحدة جيستان أما داودان فرمتين دتك أي أدوج عليهن إن لكن مركلس بربر إيه وح أخرنتا إيه وحدة جيسجا قف أهان وح نو ونعكسن إنا وح أخرنا صوبت قف كبين آدم ك وح جركيس كبعيو أو مقال كيسة كر وقاعدو مركو قفك وحنو جنن مركو هلو أو نارن هلو قف مركو وحنو أيو كرة مسكح ذا بناء ده كانوا وحاك وبعيس وح أخرنت أو أوفير سقف ب قفك وكوح كوح أخرس كبدن وكفهم مد بدني هاي كان أنا وح أخرس كيس ويريه أم ب وكأرك تفوقي هاي هدي أنسيك لو أقوله لكن ويجو تلاجرتا أو مروان باللعبي إن أنا هب أن أخرس أهان بوغي بيتري أهان أودا أودوو مقالنا أن أصميو رنتي وانسيو دواي دروفها إيو حيران أو فرو وقتي يو عريري أه أويس لكن جواب علين لفتي دا أن كأركي أيان كدري ما داتك إني أد دانين أيان إني واحد نغيستان أن بأي واحد داوضان وانا رجينا إنا ننكاسني أن وقتي أرياديو إنا صاحبة دينا لكاشدو إن بوقتو أن أبدلو حب وح أخرين أح مكرا لي رادة دات الصومالية محاو باقي إسا كا بلا أحن إن لي رادة الصومالية وحانو باقا سيقود أحن سيقار أحن تكوود وقربها كنول إني وقتها آتك أقالك إي آي هل كان كويستان إني كفا إيديستان إي هدي إي نغطر إنا وحب رشادة فرصد وحب رشادة إيهيستان ما أنتبعات دالين رأة وكنو الضل هرمري نبت قليل إيه كجرتو وحبرش ذي إيه بلاش تهي إن عافمات كيسو بلاش هاي فرصة بدن كو الضل كنو إيسان هيلين حيستان إني كفا إيديستان إني والدين تو دباريال ونغضان سي إيه أيغن بري أبتك إيه دالي دونان إيه بار ونغضان وح ما أنت حال كان إيه كفا إيديستان وناغو تعلين إيه هرمر لاني دلكو ده إيه مستقبل كان إيه وفا إيديان كو الصومالي يكون نولنا وحان لايه هاي إن قربو وحلو سوهي اللوبة ماهن إن لقالي إيه وقتي إنتاتكو بحسان وتقربيه إماتان وحاد كفيليسين وحكدوان آتكالا كولانتان فونتي وادبو دع إيه متقعنا أرين أباهن إن لغا فيرسدو إيه مانا أهن إنان دادخا قربها أن كعلينا
وأنا كصومالي أنت بدل نلشي دوام كوس وقاطي حتى نقربها مدة جوجا أو دور يتبان صنو أيام جوجا لابد نعبي ويا أرنم أيام كهستا مارك إني دلكي أي عن الوضع ضيعن إني لأن يرد أوجادان مستقبل كمانتي أي جوا حوج دلك أولي هي وادان يرد إفتين كأما هرو مارك الله رب دلك إنه جار واحد جارسين كروا دان يرو مارك دان يرد وضعك جوكتنا إني واحد كستا oo dalkeena aan ku hormarsan karno oo nidaamka dawliga aan ku soo ceshan karno inay ka shaqeeyaan ee Soomaali waxa tiraahda la muhiim waa cuska jilaal anaga lafteenu haddii dalkeena uu nabad ee mid maanta u haysto wax uu ku sii daro waa meesha aan rabnay inaan bir ku noqono marka ayagana inay soo dayacin anagana aan dalkeena ugu noqono ee fursada halkan aan ugu faa'iideysan inaan dalkeena aan dib u gashan Soomaali do kale toban kana sagal nagamida hadlay hala musal halka duunka ke toban yihiin oo kale halka faallayo sagal kale dhigisana meesha soo xaq baxay isfahamka oo ah hadii halka faallo oo dadka inta sagal kale meesha jooga dhigistan qofkaas wuxuu ka hadlayo hadii hadda ku raacin hadda hal wuxuu ka hadlayo fahmiisa laakiin hadii toban tiin وسجال كميدة حلا يعني حلقة في عمسينة ماشوا حق بعها يسفهمك مركز سومالي ده حلا وعدد ككلية مركز طبعا يهين سجال حلا سهلا مثلا أرينكاس مارك هذي إن أنا سومالي أهان إلهي إن أمدي س قف بسي أيو أبورة سومالي ده حاسلة هاي رمانتين حلمل أيان كسو ولا بحني وارون een isdhigaysigu ugu yaryahay marka taas ayaa waxa keenayso in hadalada tirada badan ee aan la kala sugeynin inuu macna tiro in waxa laga munaashaqoodo oo la qaybiyo sida adduunyada ay dadku ay isdhigistaan ay fursad isiiyaan marka anaga fursad isma siino marka waxaan ku talin lahaa inaan fursad isiino inaan noqono dad isdhigaysto dad is aqbalo dad isku ixtiraamo qof walba wax u yahay inaan isku ixtiraamo oo qofka walaalkaaga sida adiga aad jeceshahay in lagu dhageysto lagu ixtiraamo inaad asna u ixtiraamto una dhageysato marka hadii la is dhageysto oo la is maqlo isfahamkana wuu soo imaanaa iyo akhriskana in la badiyo akhriskana dabcan waa muhiim aqaliga oo koriyo iyo fahamka qofka inuu wax fahmo waxa koriyo inuu wax aqriyo qofka taas muhiim waa waliba si qaas ahaaneed waalidiinta qurba joogta waxaan kula talin lahaa inay ay xoog saaraan dhalinyarada iyo caruurtaba in ay u sameeyaan maalmo wax akhris oo dhalinyarada wax akhriyaan inta badan hadda caruurta mid walba haysta iPad oo wax dhaafanaya marka arrinkaasna arrintaas waxaa keenaysa waxaa laga yaabaa hooyadii inay hooyo kaligeed tahay oo een aabihii aan la joogin ama aabihii inta badan shaqooyin isaga mashquulsan yahay hooyadana ay rabto nolol maalmeedka gurigii waxay inay kala hagaajiso marka si cunugii ay isaga jeediso ama hooshi yarta ay haysay ay uusan ugu mashquulin maadaama halkan aysan jirin een caruur oo isku dhow ama meelo ilmihii kaligood banaanka aan lagu dareenin ilmihii guriga lagu hayo sida wadankii oo kale fursad aysan jirin ayaa keenaysa hooyadii inay iPad ama mobile u dhiibto laakiin badalkiis waxaan qabaa in buug loo dhiibo aan wax ka barano habka ay wax u koriyaan caruurta dadka aan la noolnahay oo aan dhihi karo runtii way nooga wanaagsan yihiin marka loo fiiriyo hab korinta in diin ahaan iyo dhaqan ahaan waa kala duwanahay laakiin bontiga aan aadku u jeclaysto waxa waaye sida ay wax u koriyaan way nooga wanaagsan yihiin marka waxaan rajaynayaa anagana inaan wixii wanaagsan ummadaha kale aan la noolnahay aan ka qaadano wixii aan wanaag inoo wanaagsanayna ama diin ahaan aan dhaqan ahaan aan inoo wanaagsanayna aan barteeda aan ugu gudubno waana maasantaa Axmed Kaafi.